طب خلينا نروح للمفاجأة التانية يا كابتن علي، يلا بينا نطلع المفاجأة التانية. اولا طبعا ببارك كابتن خالد العالمي حبيبي واخويا الكبير على برنامج حصاد الابطال، ان شاء الله يبقى بالتوفيق كده والنجاح ليك زي ما عودتنا على طول بالنجاح. وتاني حاجه طبعا علوه ميسي العرب، ربنا يكرمك يا علوه كده في خطوتك الجديده ان شاء الله. وطول عمري بقول لك ان انت اجمد لعيب في مصر كلها، واكيد برشلونه ما تيجي تنقي مش هتنقي اي لعيب، فاكيد انت زي ما طول عمري بقول لك انت اكيد انت شايف كده في نفسك ولازم تبقى واثق في نفسك. ربنا يكرمك والف سلامه عليك طبعا، ان شاء الله تشرفنا. وطبعا هم طلبوا مني موقفين انا مش هحكي انا هسيبك انت تحكي. اول موقف على لو فاكره يعني التلاجه بتاعت معسكر منتخب 90، تاني موقف الصوره بتاعت الصخره في اسكندريه، ده اكيد انت فاكره مليون في الميه. بالتوفيق يا حبيبي وتوفيق ديك انت وكابتن خالد، ربنا يوفقكم خطوات كل جايه دي، ويعني انتوا عارفين انتوا حبايب قد ايه، يا رب التوفيق. في البدايه احب اهني كابتن خالد العوضي واقول له الف مبروك على برنامج جديد حصاد الابطال، وانا واثق ان هو برنامج هيكسر الدنيا زي كل برامج الكابتن خالد عملها قبل كده. والف مبروك كابتن خالد، وان شاء الله مزيد من النجاح والتقدم في مجال الاعلام. وكانت مفاجاه بالنسبه لي ان انا عرفت ان كابتن خالد في اول حلقه ليه مستضيف علي زين. طبعا علي زين غني عن التعريف ولعيب كبير قدر ان هو يكتب اسمه في تاريخ الهاندبول المصري. انا علي شهادتي فيه مجروحه لان علي بادئ معايا نفس الجيل تقريبا، هو كان اصغر مني بسنه وكان بيتصعد معانا على طول في منتخب الشباب. وبدايتنا مع بعض كانت في كاس العالم في مصر 2009 مع كابتن عاصم السعداني، قدرنا احنا نحجز مركز رابع وساعتها ده كان انجاز يعني. ومن ساعتها من 2008 لغايه دلوقتي احنا مكملين مع بعض، بقالنا تقريبا داخلين في 13 سنه مع منتخب مصر الاول، قدرنا نحقق حاجات كتير جدا وانجازات كتيره جدا مع المنتخب. وانا شخصيا علي بيمثل لي يعني حاجه كبيره جدا في الملعب، انا برتاح في اللعب جنبه. وبتمنى له مزيد من التقدم، وان شاء الله ربنا يكرمه في خطوته الجايه مع برشلونه، خطوه مهمه جدا في الكارير بتاعه الرياضي. وباذن الله يعني نقدر احنا كمنتخب مصر الفتره الجايه ان احنا نحقق حاجه يعني ترضينا احنا كلعيبه. احنا حققنا انجاز يعتبر ان احنا صعدنا سيمي فاينل في الاولمبياد، ودي حاجه ما حصلتش قبل كده، بس احنا كلعيبه عندنا طموح اكتر من كده بكتير، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. كابتن خالد الف مبروك على البرنامج الجديد، وان شاء الله تكون خطوه جديده وتحقق كل اللي نفسك فيه، وحضرتك تستاهل كل خير. الزين 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 علي زين، ألف مبروك يا علي على انضمامك لبرشلونة، أنت تستاهل كل خير بجد. الواحد فخور بجد الحاجة اللي أنت وصلت لها ديت، إن شاء الله أشوفك أحسن لاعب في العالم. الواحد فخور بجد إن في واحد مصري بيحقق الحاجات اللي أنت بتحققها ديت، أنت تعبت وعشان توصل للمكانة ديت. كلنا فخورين بكل حاجة أنت بتعملها، وإن شاء الله أشوفك أحسن لاعب في العالم، وهشجع برشلونة علشانك يا علي والله. كابتن خالد العوضي المحترم، ألف مبروك كابتن خالد على البرنامج الجديد وعلى ضيافة علي زين أخويا الصغير النجم الكبير أبو قلب أبيض الطيب اللي بنحبه كلنا. ألف مبروك يا زوز على برشلونة يا زوز، وربنا يوفقك إن شاء الله. نيجيريا كلها بتحبك يا كابتن علي. السلام عليكم كابتن خالد، إزاي حضرتك؟ ألف 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 مبروك على البرنامج الجديد، ودايما النجاح نجاح، بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله تكسر الدنيا كالعادة إن شاء الله. ألف مبروك على حضرتك إن شاء الله. والف الف مبروك طبعا اخويا وصاحبي علي زين حبيبي، وربنا يوفقك يا حبيبي، ودايما في تألق وده مكانك الطبيعي. السنه اللي فاتت لما كنا مع بعض في برنامج قلت علي زين من احسن اللعيبه اللي في العالم، ده ما كانش مجامله، دي حقيقه. ربنا يحميك يا حبيبي، ودايما في النجاح، ودايما في كل مكان مؤثر. ربنا يوفقك يا علي، وان شاء الله بتعود منك ان شاء الله ان انت تبقى بطل يعني. ربنا يوفقك يا حبيبي. الف مبروك يا كابتن خالد على برنامج حصاد الابطال، ان شاء الله تتالق كده وتكسر الدنيا زي ما عودتنا في اي حاجه بتعملها، ما شاء الله يعني عليك بتعملها 10 على 10. وبرحب علي زين نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، وبنبارك له على انتقاله لفريق برشلونه، واحد من اكبر الفرق في اوروبا.
وده شرف لينا كلنا وللعبة ان لعيب مصري عربي يلعب في برشلونة، لان اللي عملوا كده ناس قليلة جدا. وان شاء الله ربنا يوفقه ويكرمه علي، انسان جميل على المستوى الفني والاخلاقي والشخصي، وانسان متواضع وطيب وتالي ما فيش حد عارف علي ما بيحبوش. يعني علي فعلا انسان جميل ومن الناس اللي قريبة جدا لقلبي، وهو عارف كده يعني. علي طبعا لنا مواقف كتير، بس يعني معظمها او كلها فضايح، فخلينا نقول حاجة بسيطة. يعني كنا عندنا بطولة عربية في مصر سنة 2010، وكابتن ممدوح سليمان ادانا يوم اجازة. علي قرر يروح ويعمل حاجة جديدة في شعره كالعادة، لكن للأسف المرة دي الحظ ما حلفوش. كانت حاجة يعني بلاش نقول كان ايه او كانت عامل فيها ايه، ساعتها ما حدش عجبه اللي كان عامله علي خالص، وما حدش يدخله الأوضة. وساعتها علي قرر انه يحلق شعره ولغى فكرة القصة الجديدة. كابتن خالد العوضي، ألف ألف مبروك برنامج حصاد الأبطال على قناة النادي الأهلي، وألف مبروك رجوعك لينا من تاني في القناة. وأنا متأكدة إن شاء الله إن أنت هتقدم نجاح باهر كالعادة، وحضرتك شرف كبير لينا كلنا. ألف مبروك يا كوتش، ألف مبروك. علي زين يعني منور الدنيا كلها. علي والله حبيبي علي، انت عارف يعني انت عارف غلاوتك عندي قد ايه، انت اخويا ويعني انت نجم كبير يا علي، وشرفت النادي الاهلي وشرفت مصر كلها في طوكيو. وانا واثقه برضو ان انت زي ما شرفت مصر كلها في طوكيو وشرفت النادي الاهلي، انت ابن من ابناء النادي الاهلي، انت ان شاء الله تبقى خير سفير لينا برشلونه باذن الله. ربنا يكرمك يا علي، وربنا يبعد عنك كل شر. وانا واثقه في يوم من الايام انك هتختم حياتك في النادي الاهلي في الاخر، عشان انت ابن من ابناء النادي الاهلي يا علي، وانا عارفه اكتر واحده عارفه انت بتحب النادي الاهلي قد ايه. بالتوفيق علي، ومنور قناه الاهلي كلها يا زين. كل نجوم اليد اتكلموا كلام جميل على كابتن علي زين. كابتن علي، كل الدنيا بتحبك، نجوم اهلي، نجوم زمالك، كل الناس